السلام عليكم يا اخوان. المقطع هذا يا اخوان ترددت اني اصوره كثير ترددت اني اصوره، لعلني صورته يا اخوان. وهذه المقدمه قبل المقطع. اول شيء اشتركوا اذا ما انتم مشتركين، لايك اذا ما انتم مسوي لايك، واكتب لي كومنت يعني وش صار، يعني تجارب صارت لكم من نفس القصه حقتنا. ايش كذا انتم مشترك ولايك، استمتعوا بالمقطع. يا اخوان والله ما ادري الصدق، بس اني متردد قليلا هل اقول القصه هذه ولا ما اقولها، لان القصه هذه لو ما صارت يعني ما بديت انا اليوتيوب، ما بديت الاشياء هذه. لكن يا اخوان خلني اقولها، ما علي، عاد 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 عاد. مو لازم تكون قصه مستانس ننبسطها، مو لازم قصه مفرحيه، ممكن قصه حزينه عادي. يا اخوان مره من المرات في فتره الحجر الصحي اللي كان يمر فيه العالم كله، انا يا اخوان كان ما عندي اي مشكله يعني مع اللقاح، وكنت اخذ اللقاح عوافي، اخذت الاولى او الظاهر اول واحد اخذ اللقاح الجرعه الاولى بالسعوديه، انا اول واحد اخذت اللقاح. ثم بعدين جت الجرعه الثانيه، كنت متردد يا اخوان بالجرعه الثانيه، هذا غلط مني كبير يا اخوان، لاني كنت ابحث في مصادر غير موثوقه، اروح اقرا الناس وش يقولون، لا خطر ما ادري ايش يريدون مؤامرات ذا. راح افتح وزاره الصحه شوف ايش يقولون، اقرا الكلام، اوكي مصدر موثوق، مصدر دولتك، مصدر كل شيء، امور زي الفل، ليش تتعب نفسك؟ بس انا كنت يا اخوان خايف من الوضع ذا، كنت خايف مره من الجرعه الثانيه، مع الجرعه الاولى ما كان عندي اي مشكله معها. المهم يا اخوان والله واروح واخذ الجرعه، بقيت الجرعه الثانيه، نمت، صحيت من النوم، صحيت من النوم حسيت بعرض الجرعه، حسيت بدوخه، حسيت كذا باللي ما فيني حيل، مكسر من النظام ذا. كلمت واحد من الشباب قلت له والله انا عندي كذا 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 كذا، قال اسمع روح المستشفى شيك، ممكن الموضوع يكون خطير. قلت له هذه اعراض اللقاح عادي. لا لا لازم تروح تشيك. يوم قال لي ذا الكلام بدا راسي يصدع زياده، بديت ادوخ، بديت احس في الم هنا بالقلب، بديت الاشياء تصير واجد. رحت المستشفى، حجزت موعد عند دكتور القلب، موعد عند دكتور اعصاب، موعد عند دكتور عيون، موعد عند دكتور حق مخ واورام. يعني خايف يصير فيني شيء، يعني ما تدري انت. الله يا اخوان ما احجز لكم نذر المواعيد ما ادري ايش، وارجع البيت. كان وقتها احنا يا اخوان انا بنسافر ونروح الحسا، طبعا يا اخوان انا ساكن بالجبيل، بنروح الحسا عسانه يعني، بنروح الحسا يعني ناخذنا كم يوم كذا ونرجع. المهم لعلي انا زقيت بالسفره، قلت للوالد انا اسف واعتذر بس والله احس اني تعبان ما اقدر اروح. فالعائله الكريمه كنسلت السفره وما ادري ايش، وراحوا قالوا بنروح نتغدى عادل، تخوينا؟ قلت لهم يا اخوان لا والله انا ماني مخويكم. طبعا قبل ما ارجع البيت يا اخوان مريت المستشفى، رحت الطوارئ، جاء الدكتور، يعني معلش يا اخوان ما قد شفت دكتور في البيني، ما قد شفت الا دكتور الا في البيني وممرض، دكتور ما قد شفت، جاء مسكم راسي كذا سوى كذا حلو، قال ترى امورك طيبه ما في شيء، خذ فيتامين وخذ هذا حق الدوخه، اديتك دوخه خذ الحبه هذه. قلت له طيب ابشر. رجعت البيت مع علاجاتي، علمت ابوي بالسالفه، يعني ابوي تقبل العذر يعني تعبان ما ادري ايش، يلا هذه كلهم طلعوا في البيت، من باقي في البيت؟ انا لحالي، مستح على السرير النمري يا اخوان، جالس ها؟ المهم لعلي كنت جويع كذا، طلبت لي من هارديز وايش يجبون ايش يتغميس واكل مستانس، يعني كان وقتها اني مستانس. بعدين انسدحت خلاص بارقد، حسيت بدوخه بسيطه، قلت يبغى لها الحبه هذه لازم اكلها، العلاج اعطاني الدكتور لازم اكله، اكل العلاج اعطاني الدكتور. ما ادري وش لقفني يا اخوان، وكتبت اسم العلاج بجوجل، وكتبت اسم العلاج بجوجل وبحثت عنه زي السبك زي الغطف زي واقرا اعراض من الاعراض المسببه حرارة، خفقان بالقلب، مدري ايش. وانا اقول لكم يا اخوان انا قبلها كنت خايف من اللقاح، يعني كذا اشياء واجد وما ادري شو اسوي، متوتر. يا رجال عادي عادي، والله يا عيال ما يمديني، قفلت الجوال بس قفلته كذا، بدا قلبي يا عيال تعرفون يطبل. هذه النهاية عادل، هذه عمرك تو 19 سنة، هذه النهاية، هذه جي انت الموضوع، يعني خلاص الحياة انت. قام قلبي يدق بسرعة يا اخوان لدرجة اني ما ادري وش اسوي، ما في احد في البيت، في سيارة ثانية ما اقدر اسوق السيارة يا اخوان، يمكن يصير لي شيء بالطريق، اقبع ام هذا واموت صدق، ما ادري وش اسوي اخوان. واطلع لك يا اخوان بسلول فنيلة، اطلع بالشارع عادل لو سمحت، طالع بالشارع وش بتسوي؟ ما ادري، طالع بالشارع شفت واحد من الجيران تو نازل تو جاي من الشغل، قلت له لو سمحت يا غالي تقدر توديني مستشفى؟ قال وش عندك؟ قلت والله ما ادري احس قلبي يوجعني، ما ادري في خفقان كذا. يلا بسرعه اركب، اروح البيت البس ثوبي بسرعه، معي جوالي، هوب على المستشفى. طبعا الله يهدي هالرجال واحنا قاعدين نسوق، جاء قال لي في احد من العائله عنده مشاكل بالقلب وكذا؟ قلت له لا والله ما في احد الحمد لله، بس ابوي سوى عمليه قسطره بسبب زياده الوزن وكذا ما ادري ايش. قال قسطره؟ قال اوه الله يعينك. شلون يعني؟ قال والله هذا ما ادري، الله يعين، شكله وراثه بينكم مرض القلب. يعني يا اخي انت تشوف واحد بذا الوضع المفروض انك ايش؟ تهديه، يعني المفروض انك ايش؟ يعني اهدى اهدى. المهم يا اخوان وينزلني عند المستشفى، قال اجي معك؟ قلت لا 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 تجي. من هنا يا اخوان تبدا
أسوأ يوم مر بحياتي وتبدأ أسوأ شهرين مرت بحياتي يا إخوان. دخلت المستشفى قلت للدكتور دكتور قلبي يدق بسرعة، قلبي ينبض، ممكن تشوف الألم، ممكن تشوف تسوي فحص. سوى زي كذا مسك يدي من هنا سوى شيء قال خلاص ادخل تخطيط قلب. طيب أنا ومرة سويت تخطيط قلب ما أدري إيش تخطيط قلب، والله أنسدح وينزلون هذا ويحط لي هنا يا إخوان. بعلمكم حاجة، النبض الطبيعي للإنسان من 70 إلى 100 إلى 105 كذا. أنا النبض حقي وقتها كان 120 بدون أي مجهود بدون أي شيء 120. المهم حطوا ذي العيل هذا من استحنا وخايف قاعد أفكر بكل شيء يا إخوان، إن هذه النهاية عاد خلاص. 19 سنة عشتها من حياتك تكفي خلاص، هذه نهايتك عاد، الجي جي الوداع الوداع. والله وجالس زي كذا يا إخوان وخايف ومتوتر وعال تعالى. فجأة المرضى تقول لي عادي تهدأ شوي، قلت لها أنا هادي، قلت لا أهدأ خذ نفس وطلعه. قاعد يطلع لها بالقراية النبض قاعد يرتفع 120 125 130 140، النبض بارتفاع، هذا دليل على سكتة قلبية بتجيك، النبض هوب كذا طلوع. قلت ما عليه هادي هادي يا هادي كذا. أنا منزدح الشاقالات شالوا أمي من السرير كي يدفوني، لو سمحت سيستر نعالي اسكت وتشيلني مشيني. دخلتني غرفة زي كذا لحالي وجيت مرة ثانية تسوي لي تخطيط قلب مرة ثانية، قالت اهدأ خذ نفس. أنا ما عجزت، قلت عادي أوقف أدور بالغرفة شوي ممكن أهدأ. قالت لا ما تتحرك ولا تبذل أي مجهود ولا أي مجهود بس اهدأ. تبلش والله يا إخوان وجالس واخذ نفس، قلت خلني ادق على الوالد يعني لعل تكون اخر مكالمه، يعني ادق على الوالد علمه بالسالفه عشان ما هذا. ادق على ابوي، هلا يبا كيف حالك؟ والله يبا حسيت بخفقان وكذا ما ادري ايش، رحت المستشفى والمستشفى انا الحين ما ادري ايش. طبعا ابوي يسمع الاجهزه طين طين، لان هذا اذا الجهاز قام يطلع صوت يعني النبض مرتفع طين ويسمع الاجهزه. وش السالفه وش صاير؟ قلت لا بس يعني قاعد يسوون فحوصات وكذا ما ادري ايش. جاك الحين فوق اني خايف ومتوتر اني يجيني شيء، الحين ابوي جاي مسرع، طبعا جاي يمكن يبعد عن المستشفى 20 دقيقه، جاي مسرع ومعه اهلي، فممكن باي لحظه مع السرعه يصدمون ويصير لهم شيء. فيعني فوق اني خايف ومتوتر على نفسي خايف ومتوتر على اهلي لي يجيهم شيء، يعني هم الحين بيجون مسرعين فممكن الوالد باي لحظه تربطط ويصير له امر لا قدر الله، يعني صار الخوف والتوتر دبل خلاص جي الحياه انتهت. والله وقعد شايل هم. المهم المرضى تعرف اللي مبتلشة فيني كيف تسوي شيء واجد فيه. النبض كان 140 150 160 165، خلاص الجهاز حق القلب بقى يطلع اصوات غريبه خلاص جي ظني مت ورجعت ما ادري، قام يطلع اصوات غريبه. قلت المريضه قالت للدكتور النبض عينزل. الدكتور قال الدكتور فلاني موجود؟ قالوا لا مو موجود، دكتور حق قلب مو موجود، قالوا ميسنج مفقود ما ادري وين راح. الدكتور فلاني مو موجود، دكتور مو موجود، ما في احد، ما في دكاترة حقين قلب يعني. بلاش قلت والله شكلها جي المهم خلاص، ويعني تعرف اللي جالس والنهاية خلاص يبدأ يطلع قدامك إيش شريط الحياة، شريط كل شيء يطلع قدامك. عادل هل أنت اليوم يوم قمت صليت الفجر ولا ما صليت؟ هل وضيت ما وض ها الظهر قبل كم يوم صليت ولا ما صل؟ أوكي خلاص جي أنت الحياة بالنسبة لي أنت جي أنت رسمي. والله وجالس زي كذا فجأة الشغالة السير يتحرك، لا 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 وين المريضة؟ اسكت فجأة بعين مركز. أنا في وقت أني خايف ومتوتر من الموضوع في ممرضة سودانية الله يهديها يا إخوان، ترى قال لك محترم الله يهديها، لكن يوم هذا سبيتها سب. إيش قالت؟ وهي قاعد تدفني زي كذا وتحطها، قالت إيش اليوم الأسود ذا؟ يوم أسود. طيب احترام أني قاعد أسمعت أول حاجة، واحترام اني انا نبضي 165 بموت قريب للسكتة القلبية، يعني شوية احترام بس طالع فيها كذا اللي سلامات. المهم يدفوني يدخلوني العيادة مركزة، طبعا لابس ثوب انا يا اخوان. فجأة يا عيال والله العظيم اني مسوي زي كذا، قالوا مد يدينك ثنتين، مد يديني ثنتين يا عيال ممتلشين بثوبي. قال اسمع نزل ثوبك. قلت طيب. طبعا يا اخوان انزل لك من السرير اتمخطر يلا امشي. يعني يمكن 6-7 مريضات ومريضين جالسين مسكين معهم أجهزة، كل واحد ماسك له شغلة قاعد يطلعون فيني ينتظرون ينزل ثوبي، وأنا يلا أمشي يلا الخاتمة. طبعا زار مسحب واحد فك الكبك، طلعون فيني كذا شادين نفسهم بسرعة ومدى يخلص ذا، وأنزل لهم ولك الثوب. قلت بقى انسدح، قلت لا نزل فنيلة. قلت فنيلة إيه طيب يلا يلا. طبعا السير ما روح السير وانسدحت، لا رحت السرير وبديت احوبي عشان اوصل السرير، السرير طويل
رح تمشي وانسدح. تعال بس سويت زي كذا انسدحت خشوا علي كلهم هنا دم مغذي يسحب مدري وش وش اخواتي تقعد تصير انا اللي كذا الله 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 قاعد طالع خلاص يعني جي النهايه قاعد طالع كذا كذا مرمي كذا ماسك يديني زي كذا مسدح هم قاعدين يركبون اشياء واجد ويدين مغذي ويسحبون دم وما قاعد طالع طبعا حاطيني بذال حق نبض القلب وطالع بنبض القلب حينزل 165 مو منطق مو منطق يا قلبي مو منطق 165 جالس طالع ولا نزل استانست ثم لا استانست ارتفع مره ثانيه ثم اتوتر زياده واخاف زياده واتوتر اكثر والله خلاص جلست في هذه اللحظه وانا جالس بعناية مركزه ايقنت يعني بنسبه 90% هذه النهايه خلاص رسمي تشهد اعطيت الشهاده يا اخوان تجي حياتك انت ترسم يعني ما ايش عندك يعني وش الاشياء اللي بتسويها خلاص قدام اول شيء تدرجت حالتك اليوم دخلت عناية مركزه كل الممرضين والدكاتره اللي موجودين بالطوارئ خشوا عليك ومشكله قلب يعني مشكله حساسه خلاص تجي خلاص والله كذا جالس طبعا يا اخوان لاني محلق ولاني شيء وكذا زلف ودقن وشعر كذا دخل علي دكتور سعودي هذا الدكتور واللي انقذ حياتي يا اخوان بعد الله دخل الدكتور قال هلا مطوعنا طبعا هو ليش قال مطوعنا شايف ام زلفي كذا ودق قال مطوع هلا 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 لا سلامات سلامات قلت والله ما ادري شو السالفه الصدق ما فيني العافيه وجابوني هنا قال لي يا رجال ما علي هوان هون وتون وما ادري وطلع قبل ما يطلع انا ارتحت يا اخوان ودي اسولف مع احد قبل يعني لا ود افرقع حياة يعني خلني بسولف مع اي احد قبل خلني اقول لك كل شيء خلني افضفض له بكل شيء قلت لو سمحت عاد تجي خلني بسولف معك هلا ابشر تعال وجي سولف معي يا اخوان يمكن ما خليت شيء ما سويته ابغاك تتخيل معي عزيزي متابع اي شيء سويته بحياتي من سيء من شيء سود الوجه من شيء المفروض انه ما ينقال قلت للدكتور خلاص وش بموت يعني وش بعدين طيب يعني وما حد داري عني واقول لك كل شيء ما خليت شيء الا وقلته قلت للدكتور الدكتور لي يعني وش بيقول لي يا فويس ايش بيقول لي واحد يموت يا رجال ما عليك كلنا كذا ما ادري ايش المهم انا اسولف مع الدكتور فجأة دخلوا كم مريضه قالوا نادي فرقه اي بي قالوا فرقه ما ادري وش هي ما ادري وش الفرقه ذي ظهر يشيلون الموتى بعد ما ادري كانوا كانوا حاسبين حساب اني بموت بيشيلوني ما ادري منهم قال الدكتور لا ما يحتاج ثم قال الدكتور شفت يا عادل قلت شو دكتور قال طالع نبض القلب طبعا يا اخوان طالع وانا خايف طالع نبض القلب 165 صار 120 استنست يا اخوان وقتها ارتحت شوي خف التوتر خف الضغط طبعا يا اخوان لا احكي لكم ان قمي نشف يا اخوان براطمي نشفت كل شيء نشف حلقي نشف كل شيء ناشف قلت للدكتور لو سمحت ابغى مويه قال لا ما في مويه قلت تذكرت نفس الافلام اذا واحد جاب يموت جاب يعطونه مويه لا تعطونه مويه ما ادري ليش حسيت قال لا ما في مويه تكفى دكتور ناشف قال لا ما في اصبر شوي المهم لا شفت يا عادل كيف امورك طيبه انت بس خايف ومتوتر يعني واحد من الممرضين قال خذ هذه الحبه اعطاني حبه مهدئه شوي للنبض القلب ما ادري ايش اكلها عوافي الوضع فجاه لابوي داخل انا بالوالد انا بالقائد انا هنا موجود يبا موجود انا دي من بعيد خش ابوي اخش مع الدكتور طلعوا ابوي والدكتور يسولفون برا رجع لي ابوي قال الدكتور يقول انه ما فيه الا العافيه بس انه خايف الولد وما ادري وش يقول من ذا الكلام قلت يعني ما فيه الا العافيه قال لا ما فيك الا العافيه ما ادري ايش قلت ايه خلاص طيب جاء دكتور القلب وشيكنا قال امورك كلها زي الفل امورك سمبتيك ما في كل العافيه ما عندك شيء قلت الله يعطيكم العافيه وما ادري وش من ذا الكلام واقول لكم يا اخوان جو قالوا لي ترى كتبنا لك تنويم تبغى تنوم قلت لا ما ابغى تنوم قال ما تبغى تنوم قلت لا تعال وقع يلا واجيب الايباد ووقع عليه ما ابغى تنوم ابغى رجعوني بيتي بس ارجع البيت بس ارجعوني والله وارجع البيت اموري طيبه طبعا يا اخوان قررت اول قرار اني اسوي دايت اسوي رجيم يعني هذا اول قرار اتخذته يعني اني اسوي دايت اسوي رجيم انام اصحى اليوم الثاني امر التميمي اخذ لي شوفان فول سوداني ما ادري وشو وهذا المهم اطبخ يعني الشوفان جلست كذا على الطاوله زي كذا وقاعد اتابع على الكمبيوتر وقاعد اكل انا اكل اللي يوم قلبي قام يدق نفس الحاله الاولى شغل السياره ويا هي على الطوارئ مره ثانيه خش عندهم قلبي يدق بسرعه قال طيب اهدأ عرفوني من امس انا جاي امس ثاني واحد قال اوه انت اللي امس جيتنا قلت هو انا اللي امس جيتكم شيك زي كذا قال الدكتور اسمه عادل احنا بنسوي الان تحليل وهذا التحليل
ان امورك مشت فيه، فلعت اشوفك تطب المستشفى حرفيا، قلعت اشوفك تجي المستشفى. قلت وش التحليل؟ قال بندخل ماده عبر الوريد تمشي على كل الجسم وندخلك تحت الاشعه ونشوف اذا عندك تجلطات، اذا عندك شرايين مسكره، اذا عندك اورام، اذا عندك اشياء واجد. اذا ما عندك شيء من الاشياء هذه لعاد تشوفك تجي المستشفى. سمعتني؟ سمعتك يا دكتور. قال تعال وقع. قلت ليش اوقع دكتور؟ قال ممكن ان تجي مشاكل للكلى وما الكلى. اوقع وانا اوقع. قال كيفك يا رجال تعال اوقع له امك. اوقع له خلاص يلا سم بالله دكتور وخلنا نبدا. والله يسوي زي كذا تم جاي الدكتور قال لي اسمع وش دكتور؟ قال البس ثوبك وانقلع من المستشفى. شو؟ انا مريض تحترمني يا دكتور؟ قال البس ثوبك وانقلع من المستشفى لا عاد تشوفك تجي. طب احترام المريض. قال اطلع اطلع برا لا عاد تشوفك تجي، ما فيك الا العافيه لا تجيني. سمعتني؟ سمعتك يا دكتور. والله البس ملابسي واستانس وارجع البيت. خلص اول يومين من اول من أسوأ شهرين مروا بحياتي. تخيل يومين بس خلصوا، باقي قدامك كم؟ 36 باقي قدامك 58 يوم. وش صار فيها يا عادل؟ 58 يوم كانت من أسوأ الايام.